من قلب معرض سيتي سكيب أبو ظبي المتخصص بالعقارات، نأتيكم هذا الأسبوع بحلقة جديدة من برنامج مساحات. نلتقي في هذه الحلقة كبار مسؤولي شركات التطوير العقاري واللاعبين الرئيسيين في السوق، ونتعرف أكثر على واقع السوق واتجاهاته. ما جديد المشاريع والتشريعات العقارية في أبو ظبي، وكيف أصبحت هذه الإمارة سوقا متميزة عن غيرها لجهة العائد الاستثماري المرتفع والمستقر؟ للوقوف أكثر على واقع وأفاق قطاع العقارات في إمارة أبو ظبي، نستضيف معنا المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني واستدامة في مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني محمد الخضر. سيد محمد، أهلا بك معنا. هناك الكثير من التقارير والدراسات التي تصدرها شركات متخصصة في مجال العقارات عن سوق العقارات في الإمارات ككل وفي إمارة أبو ظبي لجهة العرض والطلب وغير ذلك. ماذا تحدثنا بشكل خاص عن العرض والطلب اليوم في سوق أبو ظبي؟ هناك عرض زائد أم هناك زيادة في الطلب؟ طبعاً من المهام الرئيسية لمجلس التخطيط العمراني هي إدارة النمو العمراني، فيما بذلك يعني العنصرين الرئيسيين اللي هم العرض والطلب، سواء على القطاعات التجارية أو الفلل أو الشقق أو السكنية والتجارية وغيرها. الآن فإحنا في مرحلة تطوير أو تحديث خطة العاصمة 2030. هذه الخطة تم بنائها بناء بحث على مؤشرات اقتصادية جديدة ومؤشرات اجتماعية جديدة، وأيضا بالإضافة إلى الناتج القومي والمؤشرات اللي هي تصب في عملية النمو العمراني. طبعا احنا ما نشكك في بعض التقارير اللي تصدر اليوم من كذا جهات مختلفة، ولكن يبقى المجلس هو النقطة الرئيسية في عملية تقييم هذا. واليوم احنا في واقع أبو ظبي راضين عن مستوى العرض والطلب فيما يخص الفلل وما يخص الشقق أو القطاعات الثانية. هل هناك توازن بمعنى بين العرض والطلب؟ وماذا عن الوحدات العقارية الجديدة التي دخلت السوق خلال الربع الأول من عام 2015؟ أول مستحيل طبعا أنت توصل إلى مرحلة التوازن بين العرض والطلب، ولا لن تكون هناك أصلا تجارة لهذا القطاع، ولكن احنا ما نقول أن في شاسع كبير. بالنسبة للوحدات الجديدة عليها طلب كثير. الناس اللي كانوا يسكنون في وحدات قديمة بدأوا ينتقلون إلى الوحدات الجديدة هذه، فاستوى حصل مثل دامينوز إفكت، يعني الأشخاص أو العوائل اللي هم بدأوا الدخل مالهم يزيد ينتقلوا إلى وحدات أجدد ويعني فيها خدمات أكثر، فاعتبروا أن هذا الموفمنت مال السكان صحي، ولكن يفتح راح توصل مرحلة أن في الميدل الشقق اللي هي ليست جذابة أكثر راح تجذب ناس أقل في الدخل. السؤال الأهم الذي يسأله كل المستثمرون في قطاع العقاري، الوحدات الجديدة المشاريع الكبرى التي ستدخل السوق، هل ستزيد من حجم المعروض بما يؤثر على واقع الأسعار في السوق؟ والله كل الدراسات تؤشر على أن يعني الدراسات اللي احنا نطلع عليها، وإحنا خصصنا أيضا شركة دراسات تطلع على هذا القطاع ونشوف على أساس الإكوليبريوم لاين هل هو موجود ولا لا، ولكن احنا التأثيرات ما راح تكون مباشرة الآن، ولكن نتوقع خلال يعني لما تدخل هذه الوحدات في السوق اصلا اللي ممكن يعلنون عنها اليوم، لكن يتم تدخل السوق بعد 3 سنوات، فالتاثير راح يكون يعني بعيد المدى يعني. طيب انتم تعملون وفق رؤيه ابو ظبي 2030، مضى حتى الان 5 سنوات على هذه الرؤيه، على اطلاق هذه الرؤيه، ما الذي تحقق من هذه الرؤية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأيضا ماذا عن السنوات الخمس المقبلة؟ احنا طبعا الرؤية أطلقناها في 2010، كان من الطبيعي بعد 5 سنوات تنظر إلى كل المؤشرات تغيرت، فالرؤية الأصلية بنيت على مؤشرات 2010، اليوم احنا 2015، فكان لزاما علينا في العام الماضي أن نجدد هذه الرؤية اللي هي تتناسب مع المعطيات الجديدة. اليوم احنا كما ذكرت سابقا الرؤية تضبط النمو العمراني اعتماد على الدخل على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية اللي هي الهجرة، النمو السكاني الطبيعي والغير طبيعي. اليوم في مؤشرات مختلفة وان شاء الله احنا انتهينا منها
وراح اول ما يتم مصادق عليها من الحكومه راح يتم نشرها في السوق وتكون متناول الجميع الرؤيه الجديده. ما هي الملامح الرئيسيه لخطه الخمس سنوات المقبله؟ اعتقد التركيز كثير عليها الملامح الرئيسيه انه المنطقه الغربيه. هناك كثير من البزنس او الاعمال اللي ما كانت 2010 موجوده في المنطقه الغربيه، هناك توجه كبير تجاري واقتصادي على المنطقه الغربيه، فهذه من الملامح الرئيسيه انه في اختلاف كبير اليوم في المنطقه الغربيه على اساس ان النمو في عدد السكان، النمو في عدد العماله، النمو في عدد المشاريع. سيد محمد، انت ايضا المدير التنفيذي لبرنامج استدامه في مجلس ابو ظبي للتخطيط العمراني. هذا البرنامج يقوم في الوقت الحاضر بنوع من التقييم أو التصنيف للمؤسسات والمنشآت العمرانية بشكل عام. ما هي هذه المعايير التي يتم على أساسها التقييم؟ وماذا عن الاستدامة؟ ماذا تعني بشكل عام؟ طبعاً هو الاستدامة برنامج طموح جداً أطلق بمبادرة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في 2010 وتم الموافقة عليه من الحكومة، حكومة أبوظبي. بكل بساطة هذا البرنامج يحافظ على الطاقة واستخدام الطاقة البديلة وأيضا الماء، استخدام الماء. فالبرنامج له تصنيفات من نظام اللؤلؤ، من اللؤلؤ الأولى إلى اللؤلؤ الخامسة. طبعا في كل المباني الحكومية الآن أي مشروع حكومي لازم يطبق عليه اللؤلؤتين، بمعنى أنه بعد تنفيذ هذه الكريدت أو اللوائح اللؤلؤتين المبنى هذا راح يوفر على المستخدم تقريبا 32% من استخدام الماء و 32% من استخدام الطاقة و 42% من استخدام الماء و 80% من عملية تسخين الماء راح تكون بالطاقة الشمسية. فهذا النظام طموح جدا، وأيضا احنا وصلنا تقريبا منذ بدء البرنامج حتى الآن تقريبا ما يقارب 15 مليون متر مربع تم تطبيق عليهم نظام استدامة، وما يقارب 970 مشروع حتى الآن. محمد الخضر، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني والاستدامة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، شكرا جزيلا. شكرا. على وجودك معنا. شكرا. فاصل قصير، نعود بعده للحديث أكثر عن آخر المشاريع المطروحة في سيتسكيب وواقع سوق العقارات في أبوظبي. نعود لمتابعة برنامج مساحات من سيتيسكيب أبوظبي، ونستعرض بعض المشاريع التي تركز على الطابع العائلي للمجمعات السكنية. مشروع بحيرات عين القابضة مثلا تطوره شركة القدرة العقارية في منطقة العين، ويشمل أكثر من 1000 فيلا. يجري تنفيذ هذا المشروع على واجهات مائية وبحيرات طبيعية وفق رؤية المجمعات السكنية العائلية التي تخدم المجتمعات المحلية. المرحلة الأولى من بحيرات عين القابضة تنطلق قريبا وتشمل تطوير 189 فيلا. ومشروع قرية الفرسان في أبوظبي أيضا، الذي يعد أول مشروع تطوره شركة الفرسان العقارية، يعتمد هذا المشروع على ربط نحو 800 وحدة سكنية من الفلل والشقق بمرافق صحية وترفيهية. المساحة الكلية تقدر بنحو 250 ألف متر مربع، وتضم أيضا فندقا من 5 نجوم ومنتجعا رياضيا ومنطقة ترفيه تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع. أيضا هناك مشروع ممشى القناة في منطقة المقطع في أبوظبي، هذا المشروع تطوره شركة البركة الدولية للاستثمار، ويعد الأول بنظام BOT بين بلدية أبوظبي والقطاع الخاص. قيمة المشروع ستبلغ 850 مليون درهم، وهو مشروع ترفيهي سياحي يقام على مسافة 2.5 كيلومتر، بحيث تنتشر على ضفتيه محلات تجارية ومرافق ترفيهية متعددة. نتابع حديثنا إلى اللاعبين الرئيسيين في قطاع العقارات في أبوظبي، ومعنا السيد طلال الديابي، رئيس التطوير، رئيس تنفيذي للتطوير في الدار العقارية. أهلا بك سيد طلال. الدار العقارية من أهم اللاعبين في سوق أبوظبي، أكبر الشركات العقارية، منها ربما يمكن أن نعرف اتجاهات السوق في المستقبل. الكل يسأل عن اتجاهات الأسعار، هل ستنخفض أسعار العقارات في أبوظبي أم سترتفع؟ الحمد لله وجزاكم الله خير على المقابلة. نحن في سنة 2014 شهدنا نمو ملحوظ في السوق العقاري في جميع قطاعاته، منها المشاريع السكنية والمكاتب، البيع بالتجزئة، وقطاع الفندقة أيضا.
نحن بدينا 2015 وأطلقنا بعض المشاريع، ولازلنا نشوف الطلب المتزايد على هذه المشاريع. فنحن نشوف أن أيضاً بيكون في نمو في 2015 إذا الواحد أطلق المشاريع الصحيحة، إذا الواحد فهم السوق، إذا فهم الديماند والسبلاي وأطلق المشاريع اللي المستثمرين يدورون عليها. الدار أطلقت هذا الأسبوع مشاريع جديدة، 3 مشاريع جديدة، أكثر من 2000 وحدة سكنية. تقول إذا الشركة أطلقت المشاريع المناسبة، على أي أساس يتم طرح هذه المشاريع، وما هي الدراسات التي تقومون بها في شركة الدار؟ نحن عندنا مجموعة من المشاريع وعندنا مجموعة من الأراضي من ضمن مناطق متعددة في إمارة أبوظبي. فنحن لما ننظر لهذه المشاريع ونضع خطتنا الاستثمارية وخطتنا التطويرية، نطالع البنية التحتية اللي موجودة، المرافق اللي موجودة حول هذه المشاريع، نحاول نفهم احتياجات السوق ونقدم مشروع يلبي هذه الاحتياجات. ففي هذه المناسبة نحن في اليوم، في أول يوم من سيتسكيب، أطلقنا 3 مشاريع. المشاريع مرتكزة حول مناطقنا الرئيسية اللي هي جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية والسياحية الرئيسية في إمارة أبوظبي، جزيرة الريم في شمس أبوظبي في جزيرة الريم، وفي منطقة شاطئ الراحة. المشاريع اللي أطلقناها 2 منهم في جزيرة ياس. وست ياس عبارة عن 1000 وحدة سكنية، عبارة عن فلل تكون من 4 و5 غرف نوم، مشروع أو مجمع متكامل بحيث يوفر مدارس، محلات بيع بالتجزئة، مناطق مفتوحة ومساجد. وبدينا الأعمال في المشروع. المشروع هذا ينطرح للمواطنين فقط. عندنا مشروع مايان أيضا في جزيرة ياس. هذا المشروع إن شاء الله يوفر فرصة للمستثمرين من التملك الحر أنهم يشترون هذه الوحدات السكنية الفاخرة، منها شقق سكنية وتاون هاوسز وفيلاز طل على ملعب ياس لينكس للغولف والشاطئ والقرم. وطلقنا لأول مرة مشروع في شمس أبوظبي في جزيرة الريم، اللي هو مشروع لأصحاب الدخل المتوسط. فطلقنا ما يقارب 400 وحدة سكنية، من غرفة وغرفتين و3 غرف نوم. سيد طلال، بعض التقارير والدراسات تشير إلى حالة من الركود في أسواق العقارات بشكل عام في دولة الإمارات. هل هذا الركود برأيك مبرر، أو الحديث عن الركود ومخاوف مستقبلية مبررة في هذه الأثناء؟ نحن شفنا نمو كبير في 2014، نحن نتوقع أن هذا النمو يكمل في 2015. أجرنا أكثر من 3000 وحدة سكنية في 2014، بعنا مجموعة من الوحدات ما يقارب 1000 وحدة سكنية في نهاية 2014، وأطلقنا مشروع قبل شهر. فنحن نشوف أن بعد في نمو، وسبب هذا النمو سياسة حكومة أبوظبي بالاستثمار في قطاعات متعددة وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص أيضا، سواء هذه القطاعات كانت في الطاقة أو الطاقة المتجددة أو أسواق المال أو التعليم أو الصحة، مما يؤدي إلى كثرة في التوظيف، وهذه الناس يحتاجون إلى مساكن وكل الخدمات المجاورة. طب في ظل هذه الأوضاع اليوم التي تتحدث عنها في سوق العقارات في أبوظبي، ماذا عن ربحية شركات التطوير العقاري وشركة الدار بشكل خاص؟ ما هي التوقعات المستقبلية؟ نحن شركة مساهمة عامة وعندنا مساهمين، ولابد أن نحن نجني ثمار وأن نحن أن نحصل على هذه الأرباح لمساهمينا سنة بعد سنة. فنحن كل مشاريعنا اللي أطلقناها نتمنى إن شاء الله تكون مربحة للمساهمين، ولكن هذه الربحية ما تكون إلا بعد دراسة لها المشاريع، عشان نتأكد من دراسة الجدوى ومن الطلب قبل ما نحن نطلقها. نعم، طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الدار العقارية، شكرا جزيلا لك. شكرا. بعد كل الذي تابعناه في مارس سيتسكيب في دورة هذا العام، نتابع آراء عينة من الزوار الراغبين في شراء العقارات، وما إذا كانوا يجدون ما هو مناسب لهم. فرص عديدة ممكن الواحد أنه يشتري، بس ساعات الناس متخوفة من الوضع العربي، خاصة بالدول العربية، هل يشتري أم لا؟ لأني أنا أشوف الدول الأوروبية مثلاً تشتغل في لندن وفي إسبانيا الأسعار ثابتة والأمان موجود، والدول العربية شوية مثل ما تقول مقلقة، لكن الأسعار اللي أنا أشوفها في أبوظبي ودبي ممتازة جدا. والله هلا هو بالنسبة للسوق يعني في شيء جديد، يعني لسا النظرة الأولية إنه في شيء يعني قابل
نقاش يعني او انه قابل انه يشوف الواحد فرص استثماريه جديده؟ والله الفرص متوفره يعني جيده، والاسعار بشكل عام مقبوله. في مشاريع افضل من السنوات السابقه، في تشجيع السنه اكثر من باقي سنين. انا غالبا كل سنه بيجي بحضر معرض سيتي سكيب. هلا في افضل، لكن انه مو مثل سابقا قبل خليني اقول 7 أو 8 سنين، يعني ايام النشاط العقاري بال 2006 او 2007. كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من برنامج مساحات من سيتي سكيب أبو ظبي. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة.